هلا وصلنا. الرز عندي هون قاعد بيغلى، طبعا المي اللي حطيتها هي مي عادية لأني أنا حاطة توابل مرق الدجاج. إذا متوفرة عندكم مرق الدجاج في البيت بتحطوه على الرز، تمام؟ هلا هون أول ما تبين عندي حبة الرز بغطي الطنجرة، يعني أنا ما بغطيها من البداية، بترك الطنجرة على نار عالية. طبعا اسمع، شو بنجربوا غازات زي الغاز اللي بيكون شعلة، أبو نار، أبو نار، يعني هذا هيك، يعني بتحس انه بياخذ الطنجره كلياتها، فالمي لما تيجي تغلى تغلى من كل الجهات، مشي بتطلع لفوق لبرا هيك، مش انه بس انه الوسط. فاول ما تشوفوا حبه الرز انها بينت معكم بتوطوا الغاز وبتغطوا الطنجره حتى يستوي عندكم. هلا هون رح نحكي عن شك الشيش. طبعا الشيش خلينا نعتبر انه هون عندي الخلطه منقوعه. الخضار الطيبة مع الشيش اللي راح استخدمها اليوم هي الفلفل الرومي. طبعا الفلفل الرومي الملون المتوفر عندكم، انا هون استخدمته. طبعا تقطيعته راح تكون عندي نفس تقطيعة الدجاج، تمام. بحط في البداية، يعني بحط انا كل قطعتين ثلاثة بحط معهم الخضار.